الفنان الكبير استاذ مصطفى، كل عام وانت بخير. وانت طيب. شبكه جاخين بترحب بحضرتك. اهلا وسهلا. تسعد باللقاء مع حضرتك. الله يخليك. وهذه المناسبه تنفرد شبكه جاخين باللقاء مع حضرتك مع الفلاحين. اهلا. اتفضل. كلمه للفلاحين. والله الفلاحين انا مندهش الحقيقه. النهارده في احتفاليه باقامه نقابه ليهم، وانا مندهش بان لغايه هذه اللحظه ايه اللي اجل تكوين نقابه لفئه هامه في مصر، وفئه كثيره العدد واسوه بالعمال، وكان لابد يبقى لهم نقابه فعلا تحمي حقوقهم، لان هم حقوقهم برضه انا بعتقد انهم ظلموا وكانوا مظلومون في كل العصور، وما كانش حد بينادي بحقوقهم ابدا، كانت المسائل فرديه وشخصيه. يوم ما يبقى هناك نقابه باسمهم اعتقد ده عين العقل، ولابد لحمايه حقوقهم فعلا. انتهز هذه الفرصه والوضع الملتهب على الحدود المصريه بعد مقتل الجنود وضابط قتل المسلحه، ماذا تقول لهم؟ اقول ان احنا يعني لابد ان نكون مستنفرين، ورب ضاره نافعه، في ان دي هتوحد فعلا الاراء، ونتجه الى العدو الحقيقي بتاعنا. يعني هننسى عدائنا لبعضينا اللي هو في مشاحنات حاليه، هننسى ده وكله هيبقى في وجهه نظر واحده ناحيه الحدود، وده رب زي ما بقول رب ضاره نافعة. تطالب المجلس الاعلى والحكومه المصريه برد فعل اكثر مما خذوه ولا لا؟ انا بعتقد ان ده لازم يكون رد فعل عاقل في هذه الظروف. نعم. يعني لا نتحمل حرب اخرى، فلابد من يعني المحافظه على كرامتنا فعلا بطريقه هادئه. نعم. لكنها تكون حاسمه. يعني على سبيل الدبلوماسي مثلا، هل طرح حضرتك طرد السفير او استدعاء السفير طبعا المصري؟ استدعاء السفير المصري وطرد السفير الاسرائيلي، لكن لا يتم قطع العلاقات، لان قطع العلاقات معنى ذلك انه يبقى في حرب. لا تصل الامور الى حرب حاليه، لكن يحصل خطوات فيها حسم وفيها يعني اعتزاز بكرامه المصريين. هل حضرتك ترى لابد من اعاده البنود كامب ديفيد اتفاق السلام؟ اعاده تفاصيلها، لان في اجحاف بحقوقنا في داخل سيناء، يعني ان يكون القوات اللي موجوده بالعدد الهايف الهزيل ده شيء مزري جدا جدا، ولابد من تعديلها بقى، ودي مساله هامه جدا جدا. شبكه كلمه تشكر حضرتك لهذا الحديث الشيق. انا اشكرك. شكرا. انا اشكرك. شكرا.